شاهد بالفيديو وصول 8 طائرات شحن عسكرية لقاعدة الأمير سلطان دعماً لإسرائيل. تفاصيل الخبر، أهلاً بكم. في إطار دعمها لإسرائيل واستخدامها لأراضي المملكة العربية كخط دفاع جوي أول ضد صواريخ وطائرات اليمن المسيرة المتجهة نحو الأراضي الفلسطينية، ورصد فيديو لخرائط الملاحة الجوية وصول 8 رحلات لطائرات شحن عسكرية أمريكية عملاقة بويونغ C-17 وجلوب مستر 3 إلى السعودية، وذلك على النحو التالي: 13 نوفمبر طائرة واحدة، 12 نوفمبر طائرة واحدة، 11 نوفمبر طائرتان، و10 نوفمبر طائرتان، و9 نوفمبر طائرتان. وأكد مراقبون أن هذا فقط ما تم رصده، وأن هناك الكثير من رحلات الشحن العسكرية الأمريكية إلى محطات المملكة لم يتم رصدها،